في الليل قمر سهران يسأل على الغيب. صوت الشجن والحنين لزمن الغناء الجميل في التاسعة، الفنانة الشابة نوران أبو طالب. وسط الحنين في ذكرى بقية تحكي تجربتها في إعادة أغاني جيل الثمانينات والتسعينات برؤية جديدة. شبابي دنيا كلها شبابي، والسهر والحكاية والحواديت وتفاصيل مشروعها الغنائي بين الموسيقى المستقلة والأغاني العصرية. التاسعة مع هدير أبو زيد، الليلة على قناة مصر الأولى.